نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي ويطلع على مستجدات ملف الاغتيال. أساتذة الإعدادي والثانوي يشرعون في مقاطعة امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق، ووزارة التربية تعتبر هذه المقاطعة إخلالا خطيرا. وزير الصحة يؤكد خلال جلسة تقديم مشروع ميزانية وزارته أن كل الأدوية محلية الصنع المفقودة في الفترة الراهنة ستكون متوفرة موفى شهر ديسمبر المقبل. الثامنة من تونس، أهلا بكم. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وفدا عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وقدم أعضاء الوفد خلاله تقريرا حول مستجدات الملف، كما تقدموا لرئيس الجمهورية بطلب تكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة. قدم أعضاء وفد عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال لقائه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومية تقريرا حول مستجدات ملف اغتيال الشهيدين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الجهاز السري لحزب ناشط موجود في تونس وقاعد يتمدد ويعمل في عمل خارج أجهزة الدولة. رئيس الدولة وعد وأنه باش ياخذ المسألة ويعطيها الجدية والأهمية الكاملة بما له من صلاحيات دستورية. أطلعناها على آخر مستجدات الملف اللي من ضمنها معطيات خاصة بسيادته، باعتبار أنه في الأيام الأخيرة في الأيام القليلة الأخيرة كان حاكم التحقيق الأول بمكتب 12 استمع إلى أحد الشهادات المتعلقة بالعون الأمن اللي قام بالحجز، وتفاجأنا جميعا في سماع العون هذا أنه في 2013 كان سيد رئيس الجمهورية الحالي، وهو في ذلك الوقت ما كانش باشر في الخطة هذه، كان فما مشروع لاغتياله صحبة فرانسوا هولاند، والوثيقة هذه المتعلقة باغتياله وردت على لسان السماع الأخير اللي تم في نهار 21 نوفمبر من طرف أحد الشهود. كان فما مشروع للاغتيال وبدأ رسم المخطط، والوثيقة هذه تم سرقتها. عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي قال إن الهيئة طلبت من رئيس الجمهورية الاستماع إلى أعضائها خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي بغاية تقديم عدد من المعطيات الإضافية. احنا طالبين إنه المجلس الأمن القومي يتعهد بهذا الملف تكوين لجنة ظرفية طبقا للأمر المنظم، وتكون برئاسة شخصية وطنية إنه تتولى دراسة هذا الملف. اليوم نحب جميع مؤسسات الدولة تتحمل مسؤوليتها. كما أكد أعضاء الوفد ضرورة أن يتعهد المركز الوطني للاستخبارات بتقديم تقارير دورية حول هذا الملف. في الشأن التربوي، شرع مدرسو المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي اليوم في تعليق امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق الذي يمتد من 26 من نوفمبر إلى 1 من ديسمبر 2018 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثية الأولى من هذه السنة الدراسية. وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي إن قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بدأ تنفيذه اليوم بنجاح من خلال انخراط كافة مدرسي التعليم الثانوي في تطبيق إجراء تعليق الامتحانات خلال الأسبوع ما قبل المغلق وتأمين سير الدروس بصفة عادية. وأكد المدير في مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق من 3 إلى 8 من ديسمبر 2018 تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المربين. في المقابل، اعتبرت وزارة التربية أن الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات الثلاثية تحث مدرسي الإعدادي والثانوي على الإخلال بأحد الواجبات المهنية المنصوص عليها بنظامهم الأساسي والمتمثل في إجراء الامتحانات وإصلاحها، مشددة على أنه إخلال خطير يترتب عنه وليا الاقتطاع من الأجر علاوة على التتبعات الإدارية. وأكد وزير التربية حاتم بن سالم خلال جلسة استماع صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب أن الوزارة على استعداد دائم للتفاوض.
اتصالات متواصلة دائما وأبدا، وعمرها ما تقطعت العلاقة، وديما نقول علاقة متميزة مع الشريك الاجتماعي. اتبقى اللي نحب نقول ونأكد عليه، اللي في إمكانية الوزارة قامت به غدوة، تو تشوفوا باش نخرج بلاغ فيه كل الشيء اللي مدت به الوزارة وهدات الوزارة أكثر من 50 مليون دينار، أكثر من 50 مليار اللي مدته الوزارة إلى نقابة أساتذة التعليم الثانوي. هذا في إمكان الوزارة. أما كي تجي اليوم تطلب منحة خصوصية اللي هي تتكلف بمئات المليارات، واللي هي إذا كنت تأخذها أنت كموظف عمومي يجب تسحبها على الوظيفة العمومية كاملة. وحاجة أخرى، احنا ما زلنا الحكومة ما زالت بصدد التفاوض حول معناها ترفيع الأجور في الوظيفة العمومية. وانطلاقا من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل، ستعيش العديد من المدارس الابتدائية على امتداد 16 يوما على وقع حملة توعوية لحماية الإطار التربوي والتلاميذ من جميع أشكال العنف المسلط ضدهم في الوسط المدرسي. فريق الأخبار واكب انطلاق هذه الحملة وسلط الضوء على هذه الظاهرة في النقل التالي. تعرضت للهرس، لحتى كي نخرج انا يقولوا هذيك راهي المعلمه، هذيك مش تدخل الحبس، هذيك ونبدا نسمع فيهم. كان مؤلم، شيء مؤلم، تلامذه زاد نظارات تلامذه يجيو بكل هذه الحسره. تروي مربيه الاجيال تعرضها لحادثه اعتداء لفظي من قبل ولي، هي تروي تفاصيل ما زالت تعاني اثارها النفسيه لليوم، فهي من بين 1200 مرب تعرضوا للعنف خلال السنوات الثلاث الاخيره. اما الاسباب والاشكال فتختلف. قري نص النهار الاربعاء قريت عادي، جيت تلميذة تشكيت من تلميذ يقول عليها في الكلام الخايب، أنا جرياجينا ديت له قلت له شنو تعمل، فحاولت نأطره نفسيا. مراعني أنه البو جاء وقال لي أنت كسرت لي ولدي، وأنا مش نوصلها، وأنا مش نكسرك من خدمتك، وأنا مش كذا، وعشت الهرس. لا، هرسلة للإطار التربوي تسعى الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تطويقها عبر إطلاق حملة القانون جسرنا إلى الكرامة بكافة المدارس الابتدائية بعد استشراء ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. العنف الذي استشرى وانتشر انتشارا غير مسبوق أصبح يمارس داخل الوسط المدرسي. فيما مضى كان العنف مختصرا على محيط المدرسة، في خارجها يعترض سبيلك في الخارج ويمارس العنف سواء كان لفظيا أو ماديا. اليوم يقتحم المعتدون الفضاء التربوي ويعنفون إطار التدريس في الساحة وحتى في الفصل أمام التلاميذ. حملة توعوية وتحسيسية، وأردنا من خلالها أن نعرف بالقانون كآلية تشريعية لمقاومة ومناهضة العنف المسلط على الزميلات، في انتظار أن يقع سن قانون لتجريم العنف. سن وقانون يجرم الاعتداء على المربين ويضمن الحماية لإطار التدريس، مطلب تعمل الجامعة العامة للتعليم الأساسي على تفعيله عبر إطلاق حملة مناهضة العنف في الوسط المدرسي التي تتواصل حتى 10 ديسمبر القادم خارج أوقات التدريس بكافة المدارس الابتدائية في مختلف ولايات الجمهورية عبر تظاهرات مختلفة. أكد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف أن كل الأدوية محلية الصنع المفقودة في الفترة الراهنة ستكون متوفرة مع موفى شهر ديسمبر المقبل، على أن تتوفر جميعها بما في ذلك أجنبية الصنع قبل موفى جانفي القادم. جاء ذلك خلال جلسة تقديم مشروع ميزانية وزارة الصحة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الحالية. الإشكال هو عدم الخلاص، والقدرة تربي للإشكال هذية سكرناه وانتهينا معاه. الإشكال الثاني وأنه ثم أدوية قاعدة تخرج من الجمهورية التونسية، ثم أدوية مصنوعة في تونس في حدود 40% وثم استيراد في حدود 60%. فيما يخص الأدوية المصنوعة في الجمهورية التونسية، بقدرة تربي في 30 ديسمبر كل الأدوية المصنوعة في تونس باش تتوجد في البلاد، ما عدا دواء واحد ثم إشكال فيه، بقدرة تربي انطلقنا في كيفية استيراده. 60% الاخرين اللابوراتوارات نتاعهم والمصانع نتاعهم خارجيه غير تونسيه. انطلقنا في التفاوضات، عندنا تقريبا 20% اللي هم ما ثماش امكانيه. اما انا نوعدكم، وهذايا في كل المحاولات اللي قاعدين نحدث فيها، وانه اخر جانفي بقدره ربي
الأدوية كل تتوجد في تونس مع هاللبراتوار اللي هم يسيبهم، وخاصة مع محاربة التهريب والفساد في مستوى الأدوية. هذا وتمت اليوم المصادقة في جلسة عامة على الباب الأول من ميزانية الدولة لسنة 19/2000 والمتعلق بميزانية مجلس نواب الشعب ب 110 أصوات مقابل رفض 3 نواب واحتفاظ 18 آخرين بأصواتهم. شهدت ميزانية مجلس نواب الشعب التي حظيت بالمصادقة ارتفاعا طفيفا بنسبة 8.1% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ 33,423 مليون دينار. مع ذلك فهي لا ترتقي إلى حجم التحديات المطروحة على مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة الأصلية وفق عديد النواب من اليمين واليسار. مجلس نواب الشعب في الأصل حسب النظام السياسي اللي تم إقراره في الدستور هو لعله السلطة الأهم في محور بقية السلطات. كان يفترض أنه بشي نجم يعمل يلعب الدور هذا، يفترض أنه يكون ثم اعتمادات كافية، ما يتعلقش الأمر بمنح نواب ولا غيره، يتعلق بظروف العمل بفضاءات العمل. احنا قاعدين نخدمه بظروف وفضاءات العمل لمجلس ما قبل الثورة. مجلس نواب الشعب ميزانيته هي خمس ميزانية رئاسة الحكومة، هي ربع ميزانية رئاسة الجمهورية، بينما هي السلطة الأصلية داير عمرنا ما صوتنا عليها. والحقيقة ما ترجمش النظام الدستوري نتاع البلاد. البلاد كل سلطة أصلية يعطيني الإمكانية باش نخدم. الناس اللي تحكي على النظام السياسي في تونس ومنش بسعادها، واللي فشلت باش تطرحوا النقاش هذايا في الفضاء العمومي ولا في البرلمان، باقي تجسد فيه فعليا في ميزانية المجلس. مختلف المداخلات تعرضت إلى نقص الاعتمادات المخصصة للجانب اللوجستي والاتصالي في الميزانية لتسهيل عمل النواب وتسليط الضوء على مهماتهم خاصة في الجهات. شنو الإمكانيات اللي عندنا؟ ما عندنا حتى إمكانيات، راه يعطيك في منحة برلمانية وكهو. مثلا شخصيا نمشي لقفصة ونجي، معناها نهارين، نهار نمشي ونهار نجي، وباش تنقل في جهات قفصة وباش تنقل معتمدية قفصة معناها يلزمك إمكانيات. شكون يعرفني لينا في الصباح في وزارة التعليم العالي أو في التشغيل أو في التنمية، هز ملفات ونخدم الكل. إلى الكوميونيكاسيون ما توصلش، ما عندناش حاجة تغطي شيء هذايا، وطبعا هذا يلزم أن يترجم في الميزانية باش ننجم نقوموا به. كما طلب النواب بتحسين الظروف المادية للموظفين والإطارات والعمل في مجلس نواب الشعب والترفيع في المنح المخصصة لهم في إطار الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. وصادق مجلس نواب الشعب على ميزانية رئاسة الجمهورية التي شهدت ارتفاعا هذه السنة، وقد طغى على الجلسة العامة ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية وفق قول النواب والتي ألقت بظلالها في هذه الجلسة. يجب أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لأن المعارك هذه معارك صفرية. دعوة إلى الحوار قابلها دعوة أخرى لعدم الزج برئاسة الجمهورية في الصراع السياسية التي تعيشها البلاد. وقت اللي تتمس الدولة في مؤسساتها، وقت اللي يقع التشكيك في مؤسساتها، تشليك ممثليها، نكونوا تجاوزنا مرحلة حرية التعبير، وهكا تعدينا من مرحلة الإرباك السياسي إلى مرحلة العبث السياسي. تصريحات لكتل نيابية متباينة في انتماءاتها وتوجهاتها، لكنها أجمعت خلال مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية على أن البلاد تعيش صراعا سياسيا جعله يطغى على تدخلات النواب ويتطور التلاسن بينهم حتى خارج قاعة الجلسات العامة. استعملوا في كلمات مستهجنة وهجينة في هذا المجلس والذي يمس من النائبات بصفة خاصة. كل ما يخرج على نطاق من الاحترام واحترام المقام يعتبر خارج على نطاقه. لتلقي القضية التي رفعها نداء تونس بظلها على عدد من المداخلات. المسألة الآن بيد القضاء، سيتحمل كل مسؤوليته. إذا كان كلامه صحيح فإن هناك مسؤولية، وإذا كان كلامه خاطئ فإنه سيتحمل مسؤوليته. المجلس والصراع المحموم بين شظايا نداء تونس ما زالت تورينا للأزمة ما زالت متواصلة. ميزانية رئاسة الجمهورية ناهزت 124 مليون دينار، أي بنسبة تطور تصل إلى أكثر من 14% مقارنة بالسنة الماضية، منها 92% مخصصة للزيادة في الأجور. وفي ردها عن تساؤلات النواب حول الميزانية والمجال الدبلوماسي ونشاط الهيكل الملحق بها، قالت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي إن رئيس الجمهورية نائب تونس عن سياسة المحاور مع التزام الحياد الإيجابي، مقدمة تقريرا حول مشاركاته الدولية. وأكدت اللومي أن جزءا كبيرا من الميزانية تخصص للتأجير. احتفاظ بنفس مبلغ ميزانية 2018، وهي اعتمادات تتعلق بتغطية النفقات المرتبطة بتطوير العلاقات الخارجية لتونس،
من ناحية أخرى تم تخصيص 74% من الميزانية لفائدة الأمن الرئاسي، ويندرج دعم ميزانية هذا السلك على غرار قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني في إطار دعم المجهود الوطني في التصدي للإرهاب وحماية الوطن. وقبيل المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية، وفي نقطة تتعلق بزيارة ولي العهد السعودي، أشارت سلمى اللومي إلى أن علاقة تونس بالسعودية علاقة تاريخية، وأن رئاسة الجمهورية ترحب بهذه الزيارة. وقدمت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة لونيسي مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ميزانية شهدت ارتفاعا بأكثر من 30% مقارنة بالسنة الماضية، جزء كبير منها موجه إلى صندوق التشغيل والتشجيع على المبادرة الخاصة. حقيقة نجم نقولوا اللي عنا لي مويان دي زامبيسيون نتاعنا، كذلك صندوق التشغيل اللي هو من أهم الآليات اللي تخلينا احنا نخدموا ونقدموا برامج ونقدموا خدمات للباحثين عن العمل، حتى هو كيف كيف تزيد فيه 150 مليون دينار، فما جزء كبير منه باش يمشي كذلك للمبادرة الخاصة وتشجيع على المبادرة الخاصة، فما زاد عمل كبير اليوم قاعد يصير على مستوى التشريعي باش نجموا نخدموا احنا على رواحنا. في موضوع آخر، الآن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تنظم في إطار دفع عملية التسجيل المستمر التي انطلقت في 22 من سبتمبر الماضي حملات تحسيسية لتسجيل الناخبين بكامل تراب الجمهورية، وذلك ابتداء من يوم غد إلى غاية 31 من جانفي القادم. وأوضحت في بلاغ لها أنه سيتم الاستعانة في هذه الحملات التحسيسية بأربع شاحنات إشارية. نفذ الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وقفة احتجاجية تجمع على إثرها عدد من أصحاب سيارات الأجرة بمحطة باب علي وبالعاصمة، حيث رفعوا عدة شعارات مطالبين السلطة أو سلطة الإشراف بالاستجابة لمطالبهم. إن شاء الله ربي يهديهم والمسؤولين يستجابوا للطلبات نتاعنا، وإن شاء الله راهو احنا مانا الا التوانسة. تحرك احتجاجي نفذه منخرط الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بعد تعطل لغة الحوار مع سلطة الإشراف وانعدام التجاوب معهم حسب تعبيرهم، وذلك بعد الخوض في سلسلة من المفاوضات لم يتحقق أي مطلب منها. المراسلات رسلنا السلطة فيما خص المطالب متاعنا، من بين المطالب متاعنا دعم المحروقات، مراجعة منظومة التأمين، الامتياز الجبائي، إيقاف المهز نتاع المحاضر المشطة ذي اليومين قاعدين يهرسلوا بها في التاكسيات. ثم الناس غارقة في السيناساس، سيدي خويا توم يقارب عامين ثلاث سنين ماهيش خالصين السيناساس نتاعهم. بالنسبة لنا احنا في قطاع التاكسي، يخرج واحد الصباح مش عارف اللي يخدموا الكل من الصباح لليل يروح به الصغار ولا لا. عندنا زيادة زادوا هنا بعد ست سنين زادونا 10,000 فرنك، زادك 10 مرات يا خويا في المحروقات. رانا نحن جزء من الشعب التونسي، ورانا وطالبين الكرامة الوطنية وطالبين العدالة الاجتماعية. خونا مراد راهو كي توفى على إثر الحادث الشيء الغاشم فبدا الله مسكين عائلته من غدوة تصبح تطلب، علاش؟ خاطر التأمين ما تستعرفش بالسائق سيارة الأجرة. هذا وهدد أصحاب التاكسي الفردي بالتصعيد في صورة ما إذا تواصل تجاهل مطالبهم. في المجال الفلاحي، نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ندوة وطنية حول الدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تنمية الاستثمار الفلاحي، وقد تم بالمناسبة تقديم التفاصيل الإطار القانوني لهذا القطاع الواعد. هكذا سيكون وجه المشروع النموذجي للتنمية الفلاحية التضامنية القيروان، الذي سيحتضن عددا من التعاونيات في اختصاصات فلاحية عدة. واحد من المشاريع التي يتجسد من خلالها الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتثمين القطاع الفلاحي في الجهة. من منصة القطب الفلاحي بالقيروان، هذا مشروع كبير في متوقع تخصيص من طرف سيد رئيس الحكومة لمنها قطعة أرض في 14 هكتار ونص في منها المشارف المدينة، فيها العديد من المكونات اللي تخص الفلاحين. هذا سيكون في إطار الاقتصاد التضامن الاجتماعي، يعني شركة تعاونية، سيكون هنالك أسهم خاصة بهذا المشروع فمتهم بشركة شركة فعلية للفلاحين فقط. نحن نحبوا نثمنوا
الوجود نتاع الفلاحه. 85% من النسيج الفلاحي هم صغار الفلاحين، نحب نجمعوهم في هذا المنوال الجديد. مثل هذه المشاريع التي يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية ودفع نمو، تمثل بالنسبة للقطاع الفلاحي خاصة واحدا من الحلول للخروج من الأزمات المتراكمة للفلاحين. صغر المستغلات راهي هي معناها زاد أيضا عنصر أساسي في هشاشة القطاع. منظومة الحليب في سانهار تعليش على خطر، معناها هي صغر المستغلات، وبالتالي معناها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اللي باش يخلي الفلاحة معناها يجعلوا من الضعف قوة لتطوير المستغلات متاعنا، لتطوير الإنتاجية متاعنا سواء كان في المكننة في غيرها. اليوم واحد يشري دركتور وهو عنده زوز هكتارات ولا عنده هكتار ما هوش رنتابل، ولكن أنه يكون دركتور في وسط 40 فلاح ونقوله يولي رنتاب. هدف اللي تم تضمينه في الخمسة سنوات القادمة هو بلوغ 1.5% من عدد المشتغلين يكونوا يشتغلوا في الإطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما نجموا نقدروا بحوالي 40,000 موطن شغل جديد. تحقيق هذه الأهداف تنتظر وضع الإطار القانوني الملائم والمساعدة على الاستثمار في القطاع التضامني والاجتماعي الذي يضع قواعد المؤسسة التضامنية ويمهد سبل النجاح لهذه المبادرة. فما إشكاليات مثلا في القطاع الفلاحي متاع تشتت الملكية، دونك احنا باش ندخلوا مشروع جماعي باش نشاركوا في التمويل باش نقلصوا في لي ريسك بالطبيعة. دونك هذيك هو مفهوم المؤسسة التضامنية. المبدأ هو أنه مهما كانت المساهمة متاعك أنت عندك صوت في قرارات المؤسسة هذية، وبالطبيعة فما طريقة معينة في تقسيم الفواضل. فما جانب ربحي بطبيعة الحال، وفما جانب اللي هو من أكبر العوائق في المؤسسات التونسية أنه نسبة من الفواضل هذه تمشي لديمومة المؤسسة. يذكر أن الحكومة بصدد القيام باللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي لعرضه أواخر ديسمبر المقبل على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه. خلال ندوة صحفية عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من مكونات المجتمع المدني عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس، ودعت رئاسة الجمهورية إلى إلغاء الزيارة، كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تنديدا بقدوم محمد بن سلمان. أثارت الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس جدلا ورفضا لهذه الزيارة، حيث انتقدت اليوم نقابة الصحفيين وعددا من مكونات المجتمع المدني موقف تونس المرحب بولي العهد السعودي ومواقفها إزاء الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية السعودية بتركيا، في إشارة إلى مقتل الصحفي جمال خشقجي أو جرائم الحرب في اليمن. رفضنا القاطع لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك لنرفع معا شعار لا لتدنيس تونس، لنرفض معا أن تكون تونس أرض للتطهير وأرض لغسيل الشبهات وغسيل جرائم الحرب المرتكبة. هذا واعتبر المشاركون في المؤتمر الصحفي أن زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس هي محاولة لتبييض صورته أمام المجتمع الدولي حسب وصفهم. ما ارتكبه النظام السعودي في سوريا وما ارتكبه في اليمن يقوم مقام الجرائم ضد الإنسانية، ما يرتكبه حتى مع الشعب السعودي والفظاعات التي تصلنا ضد صحفيين ضد الناشطين. احنا نرفض رفضا قطعيا انه تكون تونس احد المحطات لتبييض ديكتاتور. هذا وتقدمت نقابة الصحفيين بشكاية قضائية عاجلة لدى وكيل الجمهورية ضد هذه الزيارة، كما تمت الدعوة من طرف مكونات المجتمع المدني الى الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية التي ستنظم يوم غد تنديدا بزيارة محمد بن سلمان. غدا ايضا فما وقفة احتجاجية منتصف النهار كلها امام المسرح البلدي، وخاصة وان تتزامن هذه الوقفات مع قدوم هذا المساء إلى بلدنا تونس. رفض وتنديد بالزيارة تواصل أيضا أمام المسرح البلدي بالعاصمة بتنظيم تجمع احتجاجي لقدوم محمد بن سلمان الذي وصفه المحتج بمنتهك حقوق الإنسان
سواء تعلق الأمر بالداخل السعودي أو الحرب في اليمن أو اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي. نعتبروه عار على تونس وعار على تونس الثورة، ونعتبروه معناها خيانة لدماء شهدائنا ولدماء الشهداء في السعودية الذين قضوا على يد هذا النظام. أطفال يمن يصرخون لا دواء ولا غذاء، من هو المسؤول عليهم؟ بالنسبة لسوريا، ألم يكن هو المبادر لضرب الشعب السوري؟ وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تلقت صباح اليوم رسالة من الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم من خلالها التحرك المدني والشعبي التونسي الرافض للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى تونس. تم تقديم تقرير لجنة الخبراء خبراء الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال ندوة وطنية انتظمت للتضامن مع الشعب اليمني الشقيق، وانتهت بقراءة مشروع بيان سيعرض على منظمات المجتمع المدني يدعو إلى إيقاف الانتهاكات في هذا البلد والتضامن مع الشعب اليمني. يقول رئيس لجنة الخبراء للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كمال الجندوبي إن عمليات التدقيق والاستقصاء في الفترة الممتدة بين مارس 15 و2000 وجوان 18 و2000 أفضت إلى تسجيل انتهاكات جسيمة على المدنيين وفق تصنيفات القانون الدولي، انتهاكات وجهت إلى كل أطراف النزاع في اليمن. الاغتصاب جريمة بالنظر إلى القانون الدولي، يعني ليس القتل فقط، وطبعا عملية الاغتصاب مورست خاصة في مراكز الاحتجاز السرية أو التي الغير المعلنة، هي مش سرية فلا هي معروفة نعرفوها موجودة هناك وطبعا موجودة. طبعا مسألة الحصار أو ما سميناها احنا القيود، هدفنا هو المدنيين تحديدا، هدفنا بالأساس بدون أي خلفية سياسية أو فكرية أو ديليجية أو عقائدية. التقرير كان منطلقا لنقاشات يراد منها ألا يبقى النزاع في اليمن هامشيا ومنسيا، ولدعوات لإيقاف الحرب وتحميل المسؤوليات وحماية المدنيين العزل، وهو ما وقع تضمينه في بيان تسعى منظمات المجتمع المدني في تونس أن يكون متناغما مع الموقف الرسمي من الحرب في اليمن بما يتماشى وقيم الثورة. سنحاول كمنظمة مجتمع مدني تونسي أن نقوم بالتنسيق بيننا من أجل أن يكون الموقف الرسمي التونسي يتناغم مع الموقف الشعبي، لأنه للأسف لا نريد أن تكون سياسة الدولة التونسية مخالفة لمبادئ الثورة التونسية ومخالفة لمبدأ تضامن الشعب التونسي مع الشعوب الشقيقة وعلى رأسها الشعب اليمني الشقيق. ثم ضروري أن نضغط كمنظمات وطنية ودولية على كل الاتحادات الدولية والعربية سواء كانت المهنية أو الحقوقية، مثل اتحاد الصحفيين العرب أو اتحاد المحامين العرب أو اتحاد النقابات العربية والمنظمات الدولية، أن تكون أو أن تأخذ مواقف منددة بالانتهاكات من كل الأطراف. كما يتضمن البيان دعوات لتمديد في فترة عمل لجنة الخبراء لمزيد التحري في الانتهاكات والتمكن من الوصول إلى بعض مواقع النزاع في اليمن التي حالت مضايقات إدارية على حد تعبير رئيس اللجنة من الوصول إليها والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها. نظمت وزارة الشؤون الدينية ندوة فكرية خصصت لموضوع الخطاب الديني بين الضوابط الشرعية والقانونية وكيفية تجديد آلية الخطاب الديني ليتماهى مع تطور المجتمع. الخطاب الديني أين تقف حدوده في دولة مدنية؟ ما هي ضوابطه؟ وهل الضوابط تقيد حرية الخطاب الديني؟ أسئلة عديدة طرحت للنقاش اليوم في الندوة الفكرية التي حضرتها مدينة العلوم، خصصت لنقاش الخطاب الديني بين الضوابط الشرعية والقانونية من أجل الخروج بميثاق أخلاقي أو مدونة سلوك تضبط حدود الأئمة استنادا للشرع والقانون. فشأن هذا وشأن هذا كبير، وشأن هذا يمس جميع الشرائح متاع المجتمع التونسي. نقول لهم أنا حتى غير المتدين، حتى غير المسلم معني بشأن الديني، ويحب اليوم الشأن الديني في بلاده يكون محكوم بضوابط أعطيهنا، قال هنا القرآن، قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هنا دستورنا. الحديث عن الضوابط الشرعية هو أن الإنسان الذي يتحدث عن الدين ينبغي أن يكون عارفا بالدين، أن يكون عارفا بالكتاب العزيز، أن يكون عارفا بالسنة النبوية المشرفة، ويميز بين ما يقبل من الحديث وما لا يقبل، لأنه فما في الحديث الصحيح والضعيف والمكذوب كما هو معلوم. الخطاب الديني في تونس أجمع الحاضرون في الندوة وخاصة الأئمة
أنه بحاجة إلى تجديد آليات خطابه حتى يتماشى مع العصر ويكون قريبا من الناس. الحديث عن الخطاب الديني هو حديث يستوجب منا الكثير من المعرفة، وبالتالي عندما يجتمع العديد من الخطباء والوعاظ فيما يخص الخطاب الديني فهذا دليل على أننا مطالبون أن نقدم برنامج جديد أو كلام جديد أو حديث جديد أو خطاب جديد يناسب العصر. أولا الخطاب الديني ساعة في الميلاد لابد باش يكون متطور كما تطور المجتمع، تطور المجتمع ولا تطور الشريحة اللي تقعد بحثك واللي هي حاضر وتسمع فيك هي شريحة معناتها من ذوي المستويات، ولذا يلزم الإمام يعرف كيفاش معناتها يتكلم ويعرف كيفاش معناتها الأسلوب اللي يدخل به معناتها للمسجد. وثاني حاجة معناتها الخطاب الديني لابد له أن يتطور بتطور المجتمع. خلصت الندوة إلى ضرورة إيجاد ميثاق مشترك بين الأئمة يكون دليلا لهم في خطبهم حتى لا يحيدوا عن الضوابط الشرعية والقانونية. في النشاطات الحزبية أكد الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد هيئة الحقيقة والكرامة لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها الهيئة وتتصرف فيها دون موجب وجه حق، وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسي. وأفادت موسي بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة إلى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار الذي نشرته الهيئة مؤخرا إلى حين البت في القضية والتي حددت لها جلسة بعد غد. تقدمنا بعريضة في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في طلب إلغاء هذا القرار نظرا لأنه قرار صادر عن مجلس هيئة مختلة تركيبته قانونا منذ 14 أكتوبر 2016. الإجراءات القانونية اللي قمنا بها تهدف إلى التصدي إلى أكبر جريمة نراو فيها اليوم قاعدة تمارس ضد خزينة الدولة التونسية، ضد تاريخ تونس، وضد السيادة الوطنية، باعتبار أن هذه الهيئة اليوم اللي تمكن من فتح حساب جاري باش يصرف تعويضات يتشدقوا ويقولوا أن تعويضات باش تجينا من الخارج بموجب هبات. تم عصر اليوم تشيع جثمان فقيد الساحة الثقافية الفنان القدير المنصف لزعر لورى الثرى بمقبرة الجلاز بالعاصمة بعد أن وفاته المنية صباح أمس إثر صراع مع المرضى. عن عمر يناهز 76 عاما رحل الممثل القدير المنصف لزعر وشيع جثمانه اليوم إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة في جنازة كان أكثر الحاضرين فيها من أسرة وأصدقاء الفنان الراحل، إضافة إلى بعض من الممثلين والمخرجين الذين شاركوه في عدد من الأعمال الفنية السابقة. ليمات الأخرى دو بيتر رومان تعب برشا، كان الأمل متاعي وحامي حمانة حامي حمال العائلة. قدنا عرسة من عرس العرس الكبار للدراما التونسية. كلنا شياب جينا نشيعوا في المنصف، ما فماش الجيل الجديد، ما فما سماش حد حضر، أنا وكان ثم قطيعة بين وهي مش موجودة، قطيعة واهية وعار علينا معش الفنانين هكا كيما ما تفكروش كبارنا. ويمتلك الفنان الراحل رصيدا مسرحيا وتلفزيا ثريا، إذ قدم الفقير أكثر من 50 مسرحية وعدة أعمال درامية تونسية، كما تخصص أيضا في التأليف ما جعله يحظى بمكانة خاصة في الساحة الثقافية. عملت برشا أدوار مهمين برشا، غادة مع حس سليمان، العاصفة مع عبد القادر الجربي، عمل سباعية كذلك أكتبها هو وأخرجها سالم بن عمر، معايا عمل شرع الحب سيناريو كتبه هو. رجل مسرح ودراما متميز، فقدنا علامة كبيرة في الثقافة. الفنان ما يموتش، الفنان يخلد التاريخ بأعماله باللي قدمه للبلاد هذية. المنصف قامة كبيرة، يا ربي صبرنا على قدم حبته، الله يرحمنا. تونس تفقد أحد أعمدة التمثيل بعد مسيرة حافلة انطلقت منذ عام 1959، ترك خلالها المنصف لزعر بصمة واضحة في المشهد الدرامي والمسرحي التونسي. في أخبار العالم، لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف مركزا دينيا في جلاكاي كايو وسط الصومال.
وقتبنت جماعة شباب صومالية الهجوم مؤكدة استهداف رجل الدين المعروف. كما أكدت الشرطة وشهود عيان أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار سيارة ملغومة من متاجر في منطقة وجير بالعاصمة الصومالية مقديشو. أعلنت حركة السترات الصفراء التي تقود مظاهرات احتجاجية في فرنسا على الضرائب والسياسات الاقتصادية منذ 2 أسبوع عن تشكيل وفد رسمي لبلورة مطالبهم وتقديمها للحكومة. من جانبه حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراء حكومته من أن مشاهد المعارك في الاحتجاجات قد تؤثر على ثقة المستثمرين وأنه يتعين على الحكومة الرد. في أخبار الرياضة، أعلن النجم الرياضي الساحلي عبر موقعه الرسمي عن إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البلجيكي جورج ليكنس وتكليف مساعديه البلجيكي باتريك ديفيلد وتوفيق زعبوب بالإشراف على تمارين الفريق. وقاد ليكنس النجم في 7 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات كان آخرها يوم السبت الماضي أمام النادي البنزرتي. في كرة القدم العالمية والمرة الثانية على التوالي يتأجل إياب نهائي مسابقة كأس الليبرتادورز بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز لأسباب أمنية. أما في الدرجة الأولى الإيطالية فقد حسم التعادل الإيجابي قمة مواجهات الجولة 13 بين ميلان ولاسيو. أهدر الميلان 2 نقطة على ما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع مضيف لازيو في قمة مواجهات الجولة 13 من الكالتشيو ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما توافق لازيو في الانفراد بالمركز الرابع وفك الارتباط مع الفريق اللومباردي لبلوغه 23، بعدما أدرك له لاعبه الأرجنتيني خواكين كوريا التعادل في وقت قاتل من زمن اللقاء. تقدم الآني لفريق الشمال عبر الإيفواري فرانكيسي في الدقيقة 78. أما بمعقل سان باولو فقد فشل الإنتر في فك شفرة دفاع ضيفه كيفو فيرونا ليكتفي بتعادل أصفار ويكتفي بنقطة واحدة في المركز الثاني وبفريق 8 نقاط عن اليوفي المتصدر مقابل نقطة تعني الكثير بالنسبة لكيفو فيرونا متذيل الترتيب والمعاقب بسحب 3 نقاط منه مؤخرا بسبب قضية الحسابات المزيفة. يكون هذا التعادل بداية رحلة الإنقاذ بعدما وضع الفريق حادا للسلسلة الإيجابية لنابولي في عقر داره. وإلى كأس ليبرتادوريس، حيث يتواصل مسلسل تأجيل مواجهة إياب نهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز للمرة الثانية تواليا لأسباب أمنية بعد تعرض حافلة البوكا إلى الاعتداء من قبل جماهير الريفر ما تسبب بإصابات عدة طالت عديد اللاعبين، ليأتي التأجيل أمس مرة ثانية وتتخذ المسألة منحا آخر قد يطال كرة القدم الأرجنتينية برمتها، حيث عبرت الجماهير عن امتعاضها من قرار التأجيل موجة الإيقافات التي طالت العديد منهم بعدما تم إيقاف 30 منهم ومنع آخرين من الاقتراب من ملعب المونيمونتال لمسافة لا تقل عن 500 متر في انتظار تأكيد من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكوميبول بشأن موعد آخر للمواجهة. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ويطلع على مستجدات ملف الاغتيال. أساتذة الإعداد والثانوي يشرعون في مقاطعة امتحانات الأسبوع ما قبل المغلق، ووزارة التربية تعتبر هذه المقاطعة إخلالا خطيرا. وزير الصحة يؤكد خلال جلسة تقديم مشروع ميزانية وزارته أن كل الأدوية محلية الصنع المفقودة في الفترة الراهنة ستكون متوفرة موفى شهر ديسمبر المقبل. وبطبيعة الحال بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. نقطة أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.